مشاهدينا الكرام نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من ميدان السوان عبر هذه الانطلاقات التي تأتي انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى، وهي انطلاقة شوطنا الرابع عشر خصص للأبكار لسن الحقائق وإجازة هذا الشوط سيارة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذا المهرجان وفي هذا المحفل التراثي. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، نرى من تسيطر، نرى من تعلن الحضور مع القيادة والانطلاق الأول والمسار الأول في مقدمة الشوط. والمركز الأول تسيطر مع البداية بهذا المسار والانطلاقة. مشاهدينا الكرام تتقدم أرلي في هذه اللحظات، تتقدم ظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي من يقدم ظن، ولا تخيب الظن يا بن سويلم. إن شاء الله المركز الثاني أرلي فن لعبد الله بن محمد بن خير العفاري. انتقل مباشرة إلى جبارة عبد الله بن محمد بن راشد الاكتبي من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات، يا سلام جماهير خليفة بن سيف بن صميت. مشاهدي الكرام آل علي من يقدم لنا هذا الانطلاق والمسار. تتقدم الحاكمة عامر بن مصبح بن عامر المنصوري، تغير من مركز إلى مركز. الوصول بدأ يبدو هنا، والانطلاق من خصائص محمد بن جاسم بن براك المزروعي، وصول في هذه اللحظات وانطلاق من زعفرانة سعيد بن محمد بن طماطم العفاري. هكذا النداء للمراكز المتقدمة، هكذا مشاهدينا الكرام الحقائق الأصائل. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط والمسار الأول يا بن ميا. هنا من ترافق الصدارة، نرى من تسيطر مع المقدمة، تعلن هذا الحضور والانطلاق الأول والمسار الأول. يا سلام ما هي تسيطر جبارة مشاهدينا الكرام مع البداية والمقدمة، تعود ملكيتها جبارة من تغير الصدارة عبد الله بن محمد بن راشد الكتبي. المركز الثاني أرى ظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي. المركز الثالث الوصول والتقدم من الشاهنية حمد بن سالم بالأسود العامري، وصلت الشاهنية مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من بيروت محمد بن علي بالحمد الدرعي من يقدم لنا بيروت، ولكن نعود مع البداية. ظن يا ظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي مع مقدمة الشوط من يقدم ظن، وهي مسيطرة ما سلمت المهمة، تبي الناموس تبي الفوز والإبداع والانتصار. طعمه غير في هذا المهرجان في هذا المحفل، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هنا في ميدان السوان. في ميدان السوان هذا المهرجان الذي ينطلق، وظن مع البداية، ظن مع الصدارة مع مقدمة الشوط، ولا خيبة الظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم دكتبي ما زالت مسيطرة في مقدمة الشوط، تنطلق بكل قوة بكل جدارة هنا مع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني هنا الوصول فن فن، وصلت وداها فن وعرضها فن. عبد الله بن محمد بن خير العفاري من يقدم فن لمن السيارة لمن التسعيرة الغالية، هنا طعمه غير هذا الناموس يا أخوان. الوصول والقدوم في هذه اللحظات بيروت محمد بن علي بالحمد الدرعي من يقدم لنا بيروت مع المركز الثالث. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، مقدمة الشوط ظن، يا السلام يا ظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي ما سلمت المهمة، ولكن اللي واصله مع المركز الثاني وصلت شعلة شعلة يا سلام ما يبنالها طاري سالم بن راشد بالحبال الكتبي القادمة والمنطلقة. هنا الشاهنية سالم بن سهيل بن سالم بن مصبح الكتبي، الأسامي بدأت تجمع الأبكار الحجايك في موقع واحد ياهو شوط، ولكن ظن ما سلمت المهمة بدون أوامر. روح يا مالك ظن، انطلق يا مالك ظن، شعلة شعلة قادمة بكل قوة، شعلة من بتشعل الشوط، شعلة يا سلام يا سلام يا شعلة يا سلام يا سالم بن راشد بالحبال الكتبي. ظن مع المركز الثاني، ظن وشعلة، واللي وصلت هنا وانطلقت مشاهدينا الكرام العدملية سالم بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي
يا سلام عدملية الوصوف ما يبنى الأطاري. ومن الجانب الآخر وصلت مشاهدين الكرام وانطلقت شهنية علي بن حمد بن عايض ألف هيد المري لمن الفوز لمن الناموس الظن ولكن شعله ظن. ومن الجانب الآخر هناك الوصول من الشاهنية العدملية تتقدم هنا شاهنية سالم بن سهيل يا سلام يا سلام شعلة سريعة اشتعال النواميس شعلة مشاهدين الكرام هي مع البداية بالحبالة من يقدم شعلة السلامات وين يا اخوان ان لم يكن رأي يا سلام لكلام ثاني مع الشاهنية لعلي بن حمد بن عايض الف هيد المري شعلة والشاهنية الشاهنية شعلة الشاهنية تثبت الوجود الشاهنية سلالة شاهين المرغوبة المطلوبة سلام يا بشرين هذا الشعار سلام يا الدوحة سلام مشكور بالفعل الانطلاق والمسار من يقدمها علي بن حمد بن عايض الف هيدي المري تهانينا والناموس للسيار ومشكور يا حمود بن صبي على هذا الابداع. المركز الثاني من وصلت شعلة تعود الملكية سالم ابراهيم بالحبال الكتبي. المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام ثالث مشاهدينا الكرام من وصلت الإمام الرصاص مسالب الرصاص العامري. المركز الرابع كان من نصيبه مشاهدينا الكرام ظن تعود الملكية سعيد بن إبراهيم سهيل بالتبي. والمركز الخامس بالفعل مشاهدينا الكرام وصلت العدملي سالم بن زيد بن علي بن سويلم. نذهب للتوقيت الزمني مباشرة إلى التوقيت الزمني من المخرج العزيز أسامة الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمنية ونرى وصول شواهين إلى المركز الأول معلن فوزها وانتصارها. مهدي هذا الفوز علي بن حمد بن عايض الفهيد المري قاطع المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام 6:03 من الأجزاء تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت مشاهدين الكرام اللي هي شعلة تعود الملكية اللي سالب الراشد بالحبال الكتبي قطعت المسافة في زمن وقدر 6:05 وفاء وتماما تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدين الكرام اللي وصلت في ثالث المراكز الإمام الرصاص مسالب الرصاص العامري قطعت المسافة 6:07 وفاء وتماما تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط.